السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا كويسين. النهارده باذن الله هنكمل شرح البروتين كيمستري. كنا خدنا في المحاضره اللي فاتت هي يعني ان البروتين بيتكون من مجموعه من احماض امينيه، وخدنا الاحماض الامينيه بالتفصيل الممل، خدنا ال 20 حمض اميني وبتقسيمتهم وعرفنا فائدتهم ايه. دلوقتي بقى هنرجع تاني نتكلم على البروتين. احنا قلنا ان البروتين ده عباره عن مجموعه من الاحماض الامينيه اللي ماسكه مع بعض برابط اسمها الايه؟ اسمها البيبتايد بوند. دلوقتي يا اولاد هنتكلم على ازاي بقى كون البروتين، او زي ما اتفقنا نتكلم على البروتين، عايزين نعرف ازاي هنكون البروتين او ما هو الاستراكشر اوف بروتين. عشان نقدر يا اولاد تفهموا الموضوع ده انا هحاول اقرب لكم الصوره، او يعني هحاول امثلها لكم بمثال، يعني يا رب تفهموه بالطريقه دي. بصوا يا شباب، النهارده عندنا مصنع، ادي المصنع اهو. المصنع ده قال لك قرر ان هو يعني ايه هنصنع بروتين. اهو المصنع ده قال لك ان احنا هنعمل ايه، مكتوب عليه كده بروتين سينسز. ده مصنع تصنيع مين؟ البروتين. طيب قلنا له يا عم المصنع عشان تقدر تصنع البروتين انت عايز مواد خام، قال لك بص احضروا لي هاتوا لي الامينو اسيد وانا اقدر اصنع بروتين. يعني كفايه عليكم بس هاتوا لي شويه طوب عشان ابني الحيطه، هاتوا لي شويه بس طوب واسمنت وخلاص انا هعمل لكم عماره. فاحنا عايزين شويه امينو اسيد عشان نبني البروتين، فبالتالي ايه؟ بالتالي احنا جبنا له الاحماض الامينيه. خلاص؟ فهنا يا اولاد يعني الاحماض الامينيه دخلت جوه المصنع، ادي الاحماض الامينيه. ركزوا معايا، ادي دي الاحماض مين؟ الاحماض الامينيه. ايا كان الاحماض الامينيه عددها كام ولا هم مين مش هتفرق معانا، دي الاحماض الامينيه. تمام؟ الاحماض الامينيه دي عشان تخرج بره في شكل بروتين، متخيلين اهو انا دخلت المصنع او داخل اهو احماض امينيه وخرجت لها ايه بروتين، عشان الاحماض الامينيه دي تخش جوه المصنع اللي بيصنع بروتين وتتحول من احماض امينيه لحد بروتين بتعدي على اربع مكنات. ادي اول مكنه، وادي المكنه الثانيه، وادي الثالثه، وادي الرابعه. ماشي؟ يبقى الاحماض الامينيه عشان تتحول تحول الاحماض الامينيه دي الى بروتين لازم اعدي على اربع مكنات، واحد اثنين اهو ثلاثه اربعه. المكنه الاولى مكتوب عليها برايمري ستراكشر، تركيب اولي، والمكنه الثانيه مكتوب عليها سكندري ستراكشر، والثالثه مكتوب عليها تيرشري ستراكشر تركيب ثالثي، والرابعه مكتوب عليها كواترنري ستراكشر. واحده واحده بقى يا عم المصنع، انت عايز عشان تصنع بروتين قلت لي عايز ايه؟ قلت لك عايز احماض امينيه. طب وبعدين؟ هتبدا الاحماض الامينيه دي يا اولاد تخش جوه المكنه الاولى. هي دخلت ايه؟ المكنه الاولى بتعمل ايه؟ بتبدا تمسك الاحماض الامينيه دي مع بعض برابط بيبتيدي بس، ما بتعملش حاجه تاني. يعني بتجيب الاخوات الاحماض الامينيه اللي مع بعض دي تمسكهم في الاخر مع بعض كده برابط بيبتيدي. بتعمل لها حاجه يا مكنه؟ تقول لك لا. فايه اللي هيحصل يا اولاد؟ اول ما الاحماض الامينيه دي تخش هينتج في الاخر الشكل ده. بص بقى بعد ما تخش المكنه هتبدا الاخر الشكل ده يتكون. الشكل ده عباره عن ايه؟ الاحماض الامينيه اهي ترتيباتهم وعددهم، خد بالك دول مثلا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 امينو اسيد. جبت 21 امينو اسيد مسكتهم مع بعض بترتيب معين، خلاص، بحيث ده الامينو اسيد رقم واحد وده الامينو اسيد رقم الاخير اللي هو رقم 21. ماشي؟ ده الاول وده الاخير. الاولاني يا اولاد بجيب مجموعه الامينو بتاعتها اخليها على الشمال هنا كده بتاع الحمض الامين الاولاني، والاخير اخلي مجموعه الكربوكسيل على اليمين كده، فيطلع لك البروتين من المكنه الاولانيه شكله عامل ازاي. عايزك توصفوا لي البروتين اللي طالع من المكنه الاولانيه عباره عن نمبر، عدد، وسيكونس، وترتيب الاحماض الامينيه، بحيث ان البروتين ده بيبقى ليه نهايتين. النهايه اللي على الشمال اسمها ان تيرمينس، ودي بتاعت اول حمض يميني، والنهايه اللي على اليمين اسمها سي تيرمينس، او سي تيرمينس دي ان تيرمينس، دي سي تيرمينس، ودي مجموعه الكربوكسيل بتاعت اخر حمض اميني. وكل الاحماض الامينيه اللي في النص ربطتها ببعض بايه؟ ببيبتايد بوند. البيبتايد بوند دي يا اولاد المفروض ان احنا عندنا رابط يا اما تكون سنجل يا اما تكون دبل. البيبتايد بوند دي يعني سنجل ونص دبل، فبنسميها بارشيال دبل بوند، بارشيال دبل بوند. وفي نفس الكلام يا اولاد الرابط دي برده ممكن يكون فيها نوعين، نوع اسمه سيس ونوع اسمه ترانس. يعني ايه؟ يعني ادي سي وادي سي، دي رابطه ايه؟ لو كان هنا هيدروجين مثلا وهنا هيدروجين، يعني في نفس الاتجاه الاثنين هيدروجين كده، دي بنسميها سيس. ماشي؟ لو كان ادي سي وادي سي رابطه ايه؟ وفوق هنا هيدروجين وتحت مثلا هيدروجين، كده الهيدروجينات عكس بعض، دي بنسميها ترانس. طيب البيبتايد بوند من نوع مين؟ من نوع الترانس. فالبيبتايد بوند يا ولاد هي بارشيال دبل بوند
وكمان من نوع مين؟ من نوع الترانس. فيطلع لك البرايمر ده بنسميه بقى يا ولاد، ده بنسميه برايمر ستراكشر. فلما اقول لك قول لي البرايمر ستراكشر، قول لي عباره عن عدد وترتيب الاحماض الامينيه في السلسله مين؟ الببتيديه، بحيث ان السلسله الببتيديه دي بيبقى لها نهايتين، نهايه على الشمال اسمها ان ترمنس، ودي مجموعه الامينو بتاعت اول حمض اميني، والنهايه على اليمين اسمها سي ترمنس، ودي بتبقى مجموعه الكربوكسيل بتاعت اخر حمض اميني. خد بالكم، وتربط الاحماض الامينيه ببعض بروابط اسمها البيبتيدايد بوند، بيبتايد بوند، انا اسف، اسمها بيبتايد بوند. البيبتايد بوند دي الروابط الببتيديه هي بارشال دبل بوند، وتبقى موجوده في شكل ايه؟ في شكل ترانس. طيب تيجي تساله نفسنا سؤال، طب يا دكتور هو ال اسمها دي، اللهم صل على النبي، هي الترتيبه بتاعت الاحماض الامينيه دي مين اللي بيحددها؟ يعني هنا مثلا ليوسين، وهنا فالين، وهنا ميسيونين، ماشي، وهنا سيرين، ايه الترتيبه دي جت ازاي؟ يعني مين اللي حدد الترتيبه دي يا ولاد؟ اللي بيحدد الترتيبه ده هو عباره عن الجينات اللي موجوده على الدين بتاعنا. الجينات اللي موجوده، اللي هناخد الكلام ده اكتر في الموليكولار بيولوجي، احنا الدين بتاعنا عليه جينات، الجينات دي هي اللي بتحدد ترتيب الاحماض الامينيه في البرايمري ستراكشر، هي الجينات اللي بتحدد اصلا مش احنا، الجينات بتحدد، وبعد كده المكنه دي اصلا اللي بيشغلها الجينات، الجينات هي اللي بتشغل المكنه دي، اللي بتخليها ترتبها بترتيبه معينه، بس بترتبها بحيث ان تيرمينس على الشمال والسي تيرمينس على اليمين، خلاص، وتربطهم مع بعض برابط ببتديه في شكل بارشال دبل بوند اند ترانس. ماشي يا شباب؟ تمام، يبقى كده انا قدرت اكون حاجه اسمها برايمري ستراكشر في اول ايه؟ في اول مكنه. طيب تعالوا نكمل، بس تعالوا نمسح الحاجات دي الاول كده. بس كده سيب اللي فوق دي زمان، تعالوا نكمل. نخش على المكنه الثانيه، يعني المفروض ان احنا المكنه الاولانيه، ركزوا معايا، المكنه الاولانيه اهو، المكنه الاولانيه طلعت البرايمري ايه؟ البرايمري ستراكشر. هيبدا البرايمري ستراكشر يخش فين؟ في المكنه الثانيه. ماشي، طب المكنه الثانيه بتعمل ايه؟ بتعمل فولدنج، بتعمل ايه؟ فولدنج، بتلف، تعمل ايه؟ تجيب السلسله الببتدية دي يا اما تلفها في شكل الفا هيليكس، يعني ايه الفا هيليكس؟ يعني في شكل حلزوني، هتلفها كده يا ولاد، تلفها كده، كده شايفين؟ في شكل حلزوني شبه السوست بتاع الانتريات كده، ماشي، ده بنسميه الفا هيليكس. او تجيب كذا سلسله ببتديه وتحطهم موازين لبعض كده، يعني ده سلسله ودي سلسله ودي سلسله موازين لبعض، ماشي، خلاص، تمام. يبقى تاني يا شباب، تاني يا شباب، تاني، احنا بنتكلم بنقول ان المكنه الثانيه هتاخد السلسله دي وتبدا ان هي تلفها، عندها القدره تلفها كده او كده، يا يعني اما تلفها في شكل الفا هيليكس يعني، يا اما تلفها في شكل المفروض ده بنسميه بيتا بليتد شيت، بيتا بليتد شيت، يبقى السكندر ستراكشر التركيب الثاني اللي هيطلع من المكنه هنا، يا اما يكون هيطلع يا اولاد كده، بصوا ركزوا معايا، شكل هيليكس او في شكل مفروض كده اسمه بيتا بليتد شيت، يبقى السكندر ستراكشر يا الفا هيليكس يا بيتا بليتد شيت. طب الالفا هيليكس يا اولاد، خلينا نمسك واحده، الالفا هيليكس ده بعمل ايه؟ بجيب السلسله شايفين والفها يا اولاد ناحيه اليمين مع عقارب الساعه. انت طبعا عارفين يا اولاد ان الساعه عقاربها بتمشي ناحيه اليمين كده، صح؟ فهي انا لما تكون بتلف حاجه ناحيه اليمين بنسميها مع عقارب الساعه، لما تكون بتلف اللي هي بنسميها كلوك وايز، كلوك وايز، كلوك وايز، انما لما بتلف حاجه عكس عقارب الساعه بنسميها انتي كلوك وايز. لكن زي ما انتم شايفين الالفا هيليكس انا بلفها كده اهو، بصوا كده مع عقارب الساعه. طيب حد يفكر بكده معايا كده بتفكير منطقي، هتقول لي يا دكتور ما انا لما ادخل السلسله دي جوه المكنه وتتلف، اول ما تخرج من المكنه هتتفرد تاني، لان المفروض انت يا ولاد لو جايبين حبل ولافين وسبت ايدك هتلاقيها اتفك. قال لك لا، ما انا في روابط بتبدا تمسك، امسك بيها السلسله مع بعض كده بحيث ان الشكل ما يتفكش. الروابط دي اسمها هيدروجين بوند، اسمهم ايه تاني يا ولاد؟ هيدروجين بوند، روابط هيدروجينيه. الروابط دي بتمتد، ركزوا بقى، بتمتد ما بين البيبتايد بوند في نفس السلسله اهي، يعني عشان تثبت السلسله في شكل حلزوني لازم البيبتايد بوند اللي في السلسله نفسها تمسك مع بعضها البعض بهيدروجين بوند. اوكي خلاص؟ طيب ده كده طريقه من الطريقه. يبقى انت لو مكان المكنه الثانيه اللي هتعمل السكندري ستراكشر، ماشي، هتعمل ايه؟ هتبدا يا اولاد تجيب السلسله تلفها في شكل الفا هيليكس، يعني في شكل مع عقارب الساعه كده، شكل حلزوني ناحيه اليمين، خلاص. طب هتقول لي طب ما هتتفك، تقوم مربطها مع بعض برابط ثانيه غير البيبتايد اسمها هيدروجين ايه؟ بون. ده ممكن تعمل كده. طب نفترض مش عايز اعمل الفا هيليكس، انا عايز اعمل بيتا بليتد شيت، تعمل ايه؟ تقوم جايب سلسله يا اولاد مثلا حاطط هنا ان ترمينس وهنا سي ترمينس،
ماشي، وهنا ممكن تحط مثلا ان تيرمينس وهنا سي تيرمينس، ممكن تحط هنا ان تيرمينس وهنا سي تيرمينس، ماشي تمام. حد واخد باله ان دايما الانات على الشمال والسات على اليمين؟ لو انت شفت الترتيبه كده مع بعض دي بتسمى بارل، بارل يعني متوازي. طب ساعات لا، ساعات ممكن نلاقي ان تيرمينس سي تيرمينس، وساعات نلاقي سي تيرمينس هنا والان تيرمينس هنا معكوسه، والان تيرمينس سي تيرمينس. ايه ده يعني؟ مش هما مع بعضهم بس واحد رايح صح والتاني ايه راجع، فدي بنسميها انتي بارل. يعني هما كذا بوليه بيطاير مع بعض بس مش نفس النهايات قصاد بعض، مش نفس السي كله قصاد بعضه ولا ان كله قصاد بعضه، مش هتفرق معاك. المهم ان انت بتجيب كذا سلسله بابتدائيه ايه وتبدا تمسكهم مع بعض برضو بهيدروجين بوند، برضو بهيدروجين بوند، بهيدروجين بوند. بس هنا الهيدروجين بوند امتدت ما بين الرابط البيبتيديه في نفس السلسله، لكن هنا الهيدروجين بوند امتدت ما بين البيبتايد بوند في سلسلتين مختلفتين، يعني دي سلسله ودي سلسله. عشان كده يا اولاد لما نيجي نقارن ما بين الالفا هيليكس والبيتا بليتد شيت، بص بيقول لك ايه؟ الالفا هيليكس ان الهيدروجين بوند الرابطه الهيدروجينيه اللي فيها بتتكون ما بين البيبتايد بوند في نفس السلسله في شكل ايه؟ رايت هاند هيليكس، يعني ملفوفه ناحيه اليمين اهو مع عقارب الساعه. انما البيتا بليتد شيت الهيدروجين بوند فيها بتتكون ما بين بيبتايد بوند في تشينز ايه؟ مختلف. خلاص؟ وبعدين ممكن تلاقيها في ماشيين في نفس الاتجاه بارلل زي ما اتفقنا، او معكس بعض انتي بارلل، يعني ممكن كلهم يبقوا كده زي شريط القطر كده بارل، او ممكن تلاقي واحد رايح واحد جاي، يعني سلسله رايحه وسلسله جايه اسمها انتي بارل. طيب البروتينات الالفا هيليكس دي موجوده فين، والبروتينات البيتا بليتد شيت دي موجوده فين؟ دايما اي بروتين متلعبك متلعبك زي ما هتسمع مني دلوقتي، متلعبك يعني ملفوف كده، هتلاقي في الفا هيليكس. انا الفا هيليكس قدامك اهو متلعبك، انما اي بروتين هتلاقي مفرود ده بيسمى بيتا بليتد ايه شيت. طيب اديني مثال. عندنا السلك الحرير، طبعا الحرير ده يقول لك ده واحده مثلا تيجي تقول ده انا شعري ناعم زي الحرير، ناعم مفرود يبقى فيه بليتا بليتشين. الكيراتين يا اولاد ده بروتين بس بيدخل في تركيب الشعر. طب شعر ناعم ولا كيرلي؟ قال لك الشعر الناعم، الشعر الناعم بيبقى فيه بيتا بليتشين، انما الكيراتين بتاع الشعر الكيرلي يعني اللي هو الشعر الاكرت يعني ده بيبقى فيه ايه؟ الفا هيليكس. حد واخد باله؟ طبعا طبيعي الشعر الملفوف الفا هيليكس، لكن الشعر الناعم المفروض يبقى البروتين اللي فيه بيتا بليتد شيت، بلس كمان المايوسين بتاع العضلات بيبقى برده بيبقى برده الفا هيليكس. يبقى الفا هيليكس موجود في المايوسين والكراتين بتاع الان ستريتشد هير، انما البيتا بليتد شيت في الحرير في السلك وفي الكراتين بتاعت مين؟ الاستريتشد هير. يبقى الشعر الناعم فيه البيتا بليتد شيت، لكن الشعر الكيرلي المفروض اللي متلعبك ده بيبقى فيه مين؟ الالفا هيليكس. ايه الفرق ما بين الالفا هيليكس والبيتا بليتد شيت؟ الاثنين سكند ريستراكشن، طالعين من المكنه مين؟ من المكنه الثانيه. خلاص؟ اللي ناتجه من المكنه الاولى، يعني المكنه الاولى طلعت البرايمر، البرايمر يخش في المكنه الثانيه يبقى سكند. البرايمر فيها بيبتايد بوند بس، لكن السكند فيها بيبتايد بوند وفيها هيدروجين بوند على حسب في نفس السلسله هتكون الفا هيليكس، في سلاسل مختلفه بتكون ايه؟ البيتا بليتد ايه؟ البيتا بليتد شيت. واصله؟ تمام؟ خلاص ده السكندري ستراكشر. طيب بعد السكندري ستراكشر المفروض ان السكندري ده هيروح يخش في مين؟ في التيرشري ستراكشر في المكنه الثالثه. طيب نمسح بس الحاجات دي. ثواني خليكم معايا عشان بس ايه؟ ما يبقوش موجودين. خلاص تمام؟ طيب نمسح برضو دي مش عايزينها، ونمسح دي مش عايزينها. ركزوا بقى معايا كده يا شباب، كده احنا عملنا ايه؟ طلعنا من السكندر ستراكشر رايحين تخش فين؟ في التيرشري ستراكشر. طيب المكنه الثالثه بقى بتعمل ايه؟ المكنه الثالثه دي يا اولاد بتاخد السلسله او السلاسل مع بعض وتنظمهم بطريقه معينه. شايفين؟ يعني ادي سلسله ايه؟ ماشي؟ خلصت مثلا تكمل بيها، المهم ان هي بتطلع في الاخر شكل معين. الشكل ده هنستعمله كمان شويه، ماشي؟ فالمكنه الثالثه ما بتعملش اي حاجه غير انها بتاخد السلاسل اللي كونتها المكنه الثانيه ترتبهم بس، ترتبهم تعمل لهم ارينجمنت وتدخلهم في بعض انتر ريليشن شيب بس. يبقى بتعمل ايه؟ ارينجمنت، ترتب وتدخل بعض انتر ريليشن شيب، بتبدا تجيب السلاسل مع بعض كده تقوم مدخلاهم في بعض. شايفين؟ شايفين الشكل طلع ازاي؟ دخلتهم في بعض، يعني المفروض شايفين يا ولاد ده الفا هيليكس اهي، ده الفا هيليكس بس جابت كذا سلسله من الفا هيليكس ودخلتهم في بعض بشكل معين. تمام؟ وبعدين هبدا اجيب الشكل ده بقى كذا شكل منه كذا شكل منه بقى، هبدا ادخله في المكنه الرابعه. بعد ما اخرج في المكنه الرابعه اخرج بروتين. طب مثلا ادي الشكل ده، اجي اخد الشكل ده، ها الشكل ده كونته احطه هنا، وكمان واحد منه احطه هنا، وكمان واحد منه احطه هنا،
واحد منهم احطه هنا. طلعت في الاخر الاربع اشكال دول، مسكتهم مع بعض، عملت لهم اجريجيشن، يعني جبت اللي خارج من المكنه الثالثه جمعتهم بس مع بعض، جمعتهم مع بعض، فكونت الكواترن ستراكشر، التركيب الرباعي الرابع يعني. تاني المكنه الثالثه عملت ايه؟ رتبت السلاسل دي مع بعض بس، وطلعت شكل معين. انما المكنه الرابعه جمعت السلاسل اللي خارجه من المكنه الثالثه ومسكتهم مع بعض. طب ممكن تمسك ايه؟ والله ممكن تجيب اربعه مع بعض كده اهو، اربعه مع بعض مثلا تمسكهم مع بعض، ممكن تجيب اثنين مع بعض، مش لازم يكون كذا يعني، ممكن تجيب اثنين بس. زي مثلا عندنا الانسولين، يعني بصوا ده يا اولاد انسولين اهو، الانسولين بيبقى فيه اي تشين ماشي وبي تشين وماسكين مع بعض، فده خلاص سلسلتين مسكوا مع بعض اهو، بقى رابط دايسلفايد بوند. في ممكن الهيموجلوبين بيبقى فيه بروتين اسمه جلوبين، ده بيبقى جاي اربع ايه؟ اربع سلاسل، الاثنين الفا واثنين بيتا، يعني نوعين اثنين بيتا وشبه بعض واثنين الفا، امسكهم مع بعض كده في شكل رباعي برضه، يعني مع بعض جمعت كذا سلسله مع بعض، يعني دي يا اولاد بس الحمراء دي جايه من الترشو، ودي ترشو ودي ترشو ودي ترشو، بس الاربعه مع بعض كده مسكتهم مع بعض، اللي جمعهم بقى الكواترنري. خلاص فهمتوا؟ فيعتبر الكواترنري يا اولاد، واخدوا بالكم، المكنه الرابعه بنسميها الهاي ليفل اوف اورجنايزيشن، اعلى ليفل من التنظيم. خلاص ما هي بعدها انا كده بصنعت البروتين وتخليني يا اولاد تمام. فممكن مثلا يكون متكون من سلسلتين زي الانسولين، ممكن يتكون من اربع سلاسل مثلا زي مين؟ الجلوبين كده يعني ماشي. فبالتالي يا اولاد ده المصنع، او ده ازاي انا بصنع البروتين في جسمي. فهمتوا الفكره؟ بيمر بكام شكل؟ اربع اشكال، برايمري وسكندري وتيرشري وكوادرنري. البرايمري بيحول الامين اسيد لسلسله منين؟ من البروتين، ان تيرمينس على الشمال وسي تيرمينس على اليمين. طب بتخش في السكندري، يطلع الفا هيليكس او بيتا بليت شيت. خش في الترش، رتب السلاسل كده مع بعض، اربع المكنه الرابعه تجمع كل السلاسل اللي خارجه من الترش وتمسكهم مع بعض بقى في الشكل الكواترنري ايه؟ استراكشر. ماشي؟ فهمتوا كده؟ فكده انا قدرت ان انا اعمل ايه؟ قدرت ان انا اصنع البروتين من المواد الخام من الامينو اسيدز. قدرت احول الامينو اسيدز الى البروتين، مره بكم مكنه؟ باربع مكنات، البرايمري استراكشر، سكندري استراكشر، ترش استراكشر، كواترنري استراكشر. وصل كده يا شباب؟ خلاص تمام. ها كده احنا قدرنا نعرف ازاي البروتين بيتكون. ماشي؟ او عندكم برضه ده البرايمري استراكشر ماشي، وادي السكندري اللي هو الهيليكس مثلا على سبيل المثال، وادي جبت الهيليكس دخلتهم في بعض بطريقه معينه فكونت التيرشري، وجبت كذا واحده من التيرشري مسكتهم مع بعض بقى اسمه ايه؟ كواترنري. ماشي؟ تعالوا نبص برضه اهو، ادي برايمري استراكشر، وادي السكندري يا اما الفا هيليكس اهو يا اما البيتا بليتد شيت، متخيلين؟ وادي جبت كذا حاجه، كذا جبت الالفا هيليكس دول دخلتهم مع بعض بقى، بصوا بصوا شايفين؟ يعني ادي الالفا هيليكس اهو، بعد كده دخلتها بيتا بليت شيت، وادي الفا هيليكس، انا بس رتبتهم، عملت لهم ارنجمنت، جبت كذا بوليبتايد شيت ورتبتهم مع بعض وخلاص، طلع بوصف شكل معين، ده ترش، كذا ترش بقى مع بعض يطلع مين؟ الكواترنري استراكشر. فهمتوا يا اولاد؟ خلاص دي كده انواع او الاستراكشر البروتين، او ازاي بقدر اصنع البروتين لحد ما اوصل للكواترنري استراكشر. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب في بقى سؤال يا اولاد بيجي كتير قوي، اسمه الفاكتور ستابلايزنج السكندري والتيرشري والكواترن ستراكشر. يعني ايه السؤال ده؟ بص يا شباب، بالطبيعي برضو صاحب المصنع اللي صنع بروتين ده ممكن يقول لك ايه؟ طب ممكن البروتين بعد ما يخرج من المكنه الرابعه ممكن الاقيه بيتكسر ويرجع تاني تيرشري، او يرجع تاني سكندري، او يخش تاني على برايمري. الله، يعني عايز تقول لي ان في عوامل بتثبت البروتين بعد ما يخرج عشان ما يرجعش تاني لسكندري وترش وكوتيني؟ اول ما تخرج من السكندري في روابط كيميائيه بتثبت السكندري، اول ما تخرج ترشري في روابط كيميائيه بتثبت الترشري، اول ما تخرج كواترني في روابط كيميائيه بتثبت الايه؟ الكواترني. ايه هي الروابط الكيميائيه او ايه العوامل اللي بتساعد على تثبيت شكل البروتين وتمنع ان هو يتفك تاني ويرجع لتركيبه الاولي؟ قال لي اربع روابط موجودة في البروتين بتساعد على تثبيته، هم الهيدروجين بوند اللي احنا خدناها، الدايسلفايد بوند برضو ممكن تثبت، حاجة اسمها ايونيك بوند، رابط ايونية بتبقى ما بين ال NH3 بوزيتيف والسي او نيجاتيف، يعني ما بين ايونات يعني من الاخر، وفي هيدروفوبيك بوند برضو ما بين حاجات نوعين كده ما بيحبوش الميه، مش هيفرق معاك قوي التفاصيل. المهم تحفظ لي مين العامل اللي بتثبت شكل البروتين؟ هيدروجين بوند، دايسلفايد بوند، ايونيك بوند، وهيدروفوبيك بوند، متجمعين في كلمه يا اولاد هديه، اتش دي اي اتش. بص يا شباب، يمكن مش كل حاجه علم ومش كل حاجه طب، لازم اديك يعني انا بديك حاجات للعلم وللطب للامتحان عشان تنجح، بس لازم اديك قواعد للحياه برضو، ما انت بسيرك في يوم من الايام تكبر وتجرب وتقابل ناس وتبقى عايز تتعرف على بنات والكلام ده. بص يا ولد، البنت بتتثبت
بهديه، حطها قاعده في دماغك، الحاجه اللي بتثبت البنات الهدايا من الاخر يعني، اي حاجه بتثبت البنات الهدايا. فلما اقول لك ايه العوامل اللي بتثبت بتستابلايزنج بتثبت تركيب البروتين، قول لي هديه. ما هو البروتين ده ايه بنات؟ مين اللي بيثبته؟ البنت اللي بيثبتها الهدايا. فزي ما انا شايف، بص بنت اهي وهديه وفرحانه وبتاع، فهي الهديه اتش دي اي اتش وهيدروجين بوند دايسلفايد بوند ايونيك بوند هيدروفوب بوند، دول الاربع روابط اللي بيثبتوا البروتين، او بيني وبينك بيثبتوا مين؟ بيثبتوا البنات، ماشي؟ الهديه اتش دي اي اتش. اوكي يا شباب، تمام. طيب تعال نخش على عنوان جديد او موضوع جديد بعنوان الكلاسيفيكيشن اوف بروتينز. العلماء برضه يا اولاد يعني البروتين ده كتير قوي، كتير قوي البروتينات دي، البروتينات عندنا في جسمنا كتير كتير. فجم بعض العلماء قال لك احنا عايزين نقسم البروتين، وكل واحد قسم البروتينات اللي موجوده في جسمي على حسب حاجه في كيف. جه اول واحد قال لك انا هقسم البروتينات على حسب وظيفتها، فقمت قلت اول تقسيم على حسب الايه؟ الفانكشن. واحد تاني قال لك لا انا هقسم البروتين على حسب شكله، فقمت تاني تقسيم على حسب الايه؟ الشيب. واحد تالت قال لك لا ده انا هقسم البروتين على حسب قيمته الغذائيه، فقمت تالت تقسيم قلت اكوردنج تو نيوتريشنال ايه؟ ستيتس، على حسب حالته الغذائيه قيمته الغذائيه. واحد رابع قال لك لا ده انا هقسم البروتين على حسب تركيبه وذوبانه، بيتكون من ايه وبيدوب ولا ما بيدوبش. خلاص تمام. فقلنا اكوردنج تو كومبوزيشن اند ايه سولوبيلتي، دول الاربع تقسيمات. ماشي، نمسك تقسيمه تقسيمه ونخلص واحده واحده، تلاقي الموضوع بسيط. يعني في ناس، في واحد من العلماء قال لك انا اقسم البروتين على حسب وظيفته. في بروتين بيحفز التفاعلات الكيميائيه، بسميه كاتاليتيك بروتينز زي الانزيمات. في بروتينز وظيفتها ان هي تكونتراكت تنقبض، زي مين؟ شاطرين الاكتين والمايوسين. في بروتينز وظيفتها ان هي بروتكشن، تحمي جسمنا، زي مين؟ ايوه الاميونوجلوبلينز اللي هي الاجسام المضاده اللي هي المناعيه، او الكلوتنج فاكتورز عوامل التجلط اللي بتحمينا من النزيف. في بروتينات وظيفتها الترانسبورت المواصلات، عربيات في جسمنا بتنقل، زي الهيموجلوبين بينقل الاكسجين، زي الالبومين برضو بينقل الحاجات في الجسم، زي الترانسفيرين بينقل الحديد، المايوجلوبين بينقل برضو اكسجين، فاهمين قصدي؟ فدي بروتينات ترانسبورت وظيفتها النقل. في بروتينات بتخش في تركيب مالهاش دعوه بوظيفه اصلا، فده زي الكولاجين واللاستين. في بروتينات ريجولاتوري بتنظم عوامل حيويه في جسمنا زي الهرمونات، ايوه الهرمونات هي المسؤوله عن تنظيم الجسم. في هرمون اسمه الانسولين، في هرمون اسمه الاي سي تي اتش، هناخده في شابتر في مديول الاندوكراين ان شاء الله لما تكبروا وتوصلوا سنه ثانيه، هرمون اسمه ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون اسمه اي سي اتش، مش علينا تفاصيل. في بروتينز بتخش في الجينات، جينات البروتينز دي زي الهيستونز، الستونز دي يا اولاد بروتينات موجوده في الدي ان ايه، هنقولها كمان شويه. الستونز بروتينات موجوده في الدي ان ايه. اذا يا اولاد العالم اللي قسم البروتين على حسب وظيفته قسمه الى كاتاليتيك بروتينز بروتينات تحفز زي الانزيمات، كونتراكتيل بروتينز بروتينات تنقبض زي الاكتين والمايوسين، بروتكتيف بروتين بروتين زي بتحمي زي الاميونوجلوبولينز والكلوتينج فاكتورز، ترانسبورت بروتين بروتينات بتنقل زي الهيموجلوبين والالبومين والترانسفيرين والمايوجلوبين، ستراكشرال بروتين بروتينات بتخش في تركيب زي الكولاجين والالاستين، ريجولاتوري بروتين بروتينات بتقوم بتنظيم عمليات حيويه في جسمنا زي الهرمونز، في جيناتك بروتين بروتينات تبع الجينات وكده دي الهيستونز. خلاص العالم يا اولاد اللي قسم التقسيمه دي غناها، يعني غناها قال لك بقول لك كده العيله هتبقى صعب عليها قوي تحفظ الكلام ده كله، فاما غناها في اغنيه يا اولاد. الاغنيه دي من تاليفي طبعا، مش هو اللي قال، انا اللي مؤلفها طبعا يا اولاد عشان ايه؟ حقوق الملكيه وكده. انا بقول لكم يا اولاد بقى ركزوا بقى، كاكو برو ترا ستريجي، كاكو برو ترا ستريجي، اغنيه على فكره والله العظيم لو ركزت فيها هتلاقي اغنيه، بس انتوا بس اللي ايه اللي مفكرين اغاني عمرو دياب والكلمات الهايفه بتاعت حمو بيك والكلام ده، لا لا دي اغاني بقى بتاعت اغاني اجنبيه بقى. كاكو برو ترا ستريجي، كا كاتاليتيك، كو كونتراكتايل، برو بروتكتيف، ترا ترانسبورت، ست ستراكشرال، ري ريجولاتوري، جي جيناتيك، فهمتوا؟ فدي اغنيه بس عشان نقدر نحفظ بيها تقسيمه البروتينات على حسب ايه؟ وظيفته. واحد تاني قال لك بقول لك ايه، سيبك بلا اغاني بلا بتنجان، انا عايز الكلام علمي، انا اقسم البروتين على حسب شكله. في بروتينات مدوره وبروتينات مطوله، يا سلام. في بروتينات فعلا دايره كده دوائر كده اسمها جلوبولار بروتين، في بروتينات طويله كده طويله قوي اسمها فايبرس بروتين. لو لقيت بروتين مدور ده اسمه جلوبولار، لو لقيت بروتين طويل قوي ده اسمه فايبرس. فالبروتين الجلوبولار بيبقى سفيريكال او اوفال ان شيب، لكن الفايبرز بيبقى طويل كده عامل شبه ايه؟ شبه الابره كده، تمام؟
طيب في حاجه اسمها الاجزيا ريشيو. ايه الاجزيا ريشيو؟ اللي هو الطول على العرض. يعني لما اجيب معادله تعمل الطول على العرض ده اسمها اجزيا ريشيو. لما تيجي يا ولاد تبص كده، هات الطول هنا على العرض هنا هتلاقيهم الاثنين قريبين من بعض. فانما الطول هنا في الفايبرس الطول طويل والعرض ايه قصير، صح؟ فلما تيجي تعمل اجزيا ريشيو الطول على العرض هنا، هنا تقريبا البسط قريب من المقام، انما هنا البسط طويل كتير والمقام ايه قليل. فغالبا الاجزيا ريشيو اللي هو الطول على العرض في الجلوبلر بتبقى الرقم بتاعها اقل من 10، انما الفايبرس لو قست الطول وقست العرض وقسمتهم على بعض غالبا الفايبرس بتبقى اكتر من 10. زي حاجه يا ولاد، الجلوبلر ده جلوبلر يعني بسيط كده صغير، فيبقى سهل الهضم وسهل الامتصاص، انما الفايبرس يعني مين هيهضم ده كله ومين هيدوب ده كله، ده طويل جدا، فبيبقى دايما صعب هضمه وصعب امتصاصه كمان. لو مين اللي هو الفايبرس صعب هضمه وامتصاصه، لكن الجلوبلر سهل، سهل يتهضم وسهل ايه يمتص. ماشي. من امثله البروتينات اللي مدوره الجلوبلر، في بروتين اسمه جلوبيولين وبروتين اسمها بروتامينز. الكلام ده هناخده كمان شويه، احفظهم بس امثله دلوقتي، دول جلوبلر بروتين. انما الفايبرس بروتين اسمه كولاجين، بروتين اسمه الاستين، برضه هناخده دلوقتي حالا. اوكي يا ولاد، فهو بس احفظوا لي اكزامبلز هنا وهناخدهم بالتفصيل الممل كمان شويه. يبقى كده التقسيمه الثانيه حسب ايه شكله، شكله مدور اسمه جلوبلر، شكله طويل اسمه ايه فايبرس. بينه وبين يا ولاد تقسيمتين سهلين كده، يعني واحد بيقول لك على حسب وظيفه وكاكو بروترا سيتريجي، هقول لك على حسب الشكل، واحد مدور واحد مطول. ايه يا عم الكلام ده يا عم؟ تعال نخش في الكلام التقيل شويه. الكلام الجاي بقى مهم جدا 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 للصبح. والكلام ده يا اولاد انا دايما لما بخش جدال مع حد دايما ببقى، لا دايما بخش جدالات كتير قوي مع حد في الجداول في الموضوع ده، لان احنا بنقسم البروتينات على حسب النيوتريشنال ستيت، ايه قيمتها الغذائيه ايه. في بروتينات يا اولاد، بصوا ركزوا معايا، في بروتينات الانسان بياكلها بتقدر ان هي تخليه يكبر، يعني بتكبره، مسؤول عن ان الانسان يكبر. يعني في اكل كده تاكله يكبرك، وفي اكل تافه تاكله ما يكبركش اصلا. فبالتالي يا اولاد احنا قسمنا البروتينات على حسب قيمتها الغذائيه الى ثلاث انواع. في بروتينات بتخلي الاطفال الصغيرين تكبر والكبار يكبروا وكده يعني. في بروتينات يعني ما بتخليش الشخص يكبر بس بتحافظ على وزنه، يعني بتخلي وزنه زي ما هو كده. وفي بروتينات لا بتخلي الانسان يكبر ولا حد قادره ان هي، يعني لو انت اعتمدت عليها في الاكل لا هتكبرك ولا حتى هتخليك قادر تحافظ على وزنك، بل بالعكس هتلاقي نفسك بتخس، لان هي ما بتدكش القيمه الغذائيه الكامله. اوكي تمام يا ولاد. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من البروتينات، بروتينات قادره ان هي تخليك تكبر وتقدر، مثلا الاطفال الصغيرين بعد عمر بعد كام سنه تلاقيهم كبروا مع السن لانهم بياكلوا بروتين قوي حلو. ماشي. في بروتين تاني لا، ولا بيكبر ولا بيش ولا بينش، لا بيكبر ولا بيخليك تخس، هو بيخليك ثابت على على موقفك. في بروتين تالت لا، لا بيكبرك ولا بيخليك ثابت، ده بيخسسك، لو اعتمدت عليها تخس. ماشي. قال لك ايه البروتين اللي هو حلو ده يا اولاد، اللي هو بيكبر ده وحلو وجميل ده، اسمه بروتين اوف هاي بيولوجيكال فاليو، يعني ذات قيمه غذائيه ايه عاليه، او بنسميه نيوتريشنال ريتش بروتين، بروتين قيمته الغذائيه عاليه، او بنسميه كومبليت بروتين، بروتين كامل. ماشي. انما اللي ده ماله، ده بروتين لما اديه للاطفال، لما اديه مثلا في الاكل ده يقدر يخلينا ايه نكبر. ماشي. والبروتينات دي يا اولاد اشمعنى تقدر تخلينا تكبر؟ لان البروتينات دي بتبقى فيها كل الاسينشال امينو اسيد. فاكرين يا اولاد الاسينشال امينو اسيد اللي هم الثمانيه بتوعنا؟ الثمانيه كلهم بيبقوا موجودين في البروتين. اذا البروتين لو كان فيه كل الاسينشال يبقى ده بروتين ايه؟ هاي بيولوجيكال فاليو بروتين. طبعا البروتين هاي بيولوجيكال فاليو ده بروتين سهل الهضم، بيتهضم بسهوله. ماشي تمام يا شباب. اوكي طيب تعال نبص على البروتين الثاني. البروتين الثاني ده مش بيحافظ على الوزن اصلا، مش قصدي مش بيكبر الانسان، بس كفايه ان هو بيحافظ على ايه؟ على البادي ويت، يعني بيثبت وزنك وخلاص. ده ليه بقى؟ لانه عنده نقص في واحد اسينشال مناسب بس، يعني في سبعه اسينشال بس في واحد ناقص، في واحد من الاسينشال مش موجود. يعني عايز تقول لي ان الثمانيه كلهم لو موجودين ده يبقى بروتين هاي بيولوجيكال فاليو؟ اه، لو واحد فيهم ناقص بس، يعني لو واحد قل ما بقاش كومبليت، ما بقاش هاي بيولوجيكال فاليو، بقى اسمه انكومبليت بروتين، ما يكبركش بس يخليك محافظ على وزنك. ماشي. لكن في بروتين بقى لو البروتين بقى فيه اكتر نقص، اكتر من 1 اسينشال، يعني في 2 ناقصين 3 ناقصين 4 ناقصين، ما فيهوش خالص اسينشال، ده بنسميه بروتين اوف لو بيولوجيكال فاليو او بروتين فقير، بور بروتين. وده مش بس مش بيكبرك ولا بيحافظ على وزنك حتى، ده حتى بيخسسك اهو. الدايت بيزد اون ذيس ويل نوت ايفن سستينز اوريجينال بودي ويت، يعني حتى مش بيخليك محافظ على وزنك، بل بالعكس لو اعتمدت على الاكل او البروتين اللي جاي من الاكلات دي غالبا انت هتلاقي نفسك وزنك بيقل مع الوقت. ماشي خلاص تمام. طيب تعال ناخد امثله. مين البروتينات اللي هاي بيولوجيكال فاليو اللي هي حلوه قوي؟ بصوا يا شباب،
اللبن بتاع الام، عايزك تفكر معايا، لبن الام المفروض البروتين اللي فيه يبقى بروتين هاي بيولوجيكال فاليو ولا لو؟ طبعا لازم يكون هاي، لان الطفل الصغير اول سنه ونص اللي هو قبل الفطام بيرضع لبن من امه بس، فلازم ربنا يحط في اللبن ده بروتين هاي بيولوجيكال فاليو. والبروتين اللي موجود في الالبان الصراحه اسمه الكازين، اسمه ايه؟ كازين. كازين، اذا الكازين ده بروتين اوف هاي بيولوجيكال فاليو. البروتينات بتاعت الانيمال اوريجين، صح ولا لا؟ الانيمال يعني اللحمه والفراخ والسمك والحاجات دي، طبعا دي بروتينات ايه؟ ذات قيمه غذائيه عاليه. امال اللحمه غاليه ليه؟ عشان بروتينات هاي بيولوجيكال فاليو. طب هتقول لي طب الاكل النباتي؟ غالبا يا اولاد الاكل النباتي بيبقى مش هاي بيولوجيكال فاليو غالبا، يعني دايما الاكل الحيواني هاي بيولوجيكال فاليو دايما، دي قاعده عامه خدها في دماغك، دايما الانيمال اوريجين البروتين اللي جاي من الحيوان بروتين حيواني دايما هتلاقيه هاي بيولوجيكال فاليو، بس البروتين النباتي هتلاقي لا. بس مش دايما على فكره، يعني احنا عندنا العدس والفول هاي بيولوجيكال فاليو، ده في جمله مشهوره جدا في عند المصريين بيقول لك الفول بيربي العجول، ليه؟ لانه فعلا بروتين وفاي بيولوجيكال فاليو، والعدس برضو لما بتقعد تعمل لنا ده برضو بروتين وفاي بيولوجيكال فاليو. اذا احنا اكتشفنا النهارده ان الفول حاجه مهمه جدا، ان العدس حاجه مهمه جدا، ان الاكل الحيواني حاجه مهمه جدا، ان الالبان حاجه مهمه جدا، ليه؟ عشان تقدر جسمك يكبر، وعشان تقدر ما يعني تحافظ على وزنك كويس جدا وما تخسش. ماشي الشباب؟ تمام اوكي. فالبروتينات دي الاكزامبل دي كلها مهمه جدا عشان الامتحان، وكلها بالمخ ما تحفظش. لبن الام فيه بروتين اسمه كازين هاي بيولوجيكال، البروتين بتاع اللحمه والفراخ طبيعي هاي بيولوجيكال، امال غالي ليه؟ الفول بربي العجول، العدس طبع الفول طبعا، يعني ايه برضو ايه اللينتلز او العدس ده برضو ايه يعتبر بروتين وفاي بيولوجيكال ايه بيولوجيكال فاليو. ماشي يا شباب؟ تمام خلاص. طيب تعالوا نبص على الكومبليت بروتين. انت قلت بروتين بس في واحد ناقص ايه؟ السنشن. غالبا يا ولاد البروتينات اللي جايه من البقوليات بتبقى ناقصه فيها الميسيونين، يعني دايما البروتين اللي هو جاي في البقوليات ده بيبقى ما فيهوش ميسيونين، والبروتين اللي جاي من الحبوب ما بيبقاش فيه لايسين. ماشي؟ يعني عايز تقول لي، بص انا جمع لكم في كلمه سهله جدا، كلمه بمثل، ركزوا معايا، البالسز اللي هو البقوليات ما فيهاش ميسيونين، السيريالز بس دي سي، سيريالز ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لايسين. كلمه بمثل اهو، بالسز ميسيونين سيريالز لايسين، يعني كل واحد ناقص فيه ايه؟ واحد من الامينو اسيد، فبالتالي هو انكمبليت، فبالتالي هو ايه؟ هو ما بيقدرش بس ان هو يكبر الجسم، ولكن هو بيحافظ على ايه؟ على الوزن. بس بص معايا ليه؟ يعني انت عايز تقول ان البالسز ما فيهاش ميسيونين والسيريالز ما فيهاش لايسين؟ اه، يعني لو واحد لو اعتمد في اكله على بالسز مش هيكبر، ولو اعتمد في اكله على سيريالز مش هيكبر. بس يا ولاد لو واحد خد بالسز وسيريالز مع بعض، حبوب وبقوليات مع بعض، كانوا من الاثنين في اكله واحده، هتقول لي مش هيكبر، اقول لك لا هيكبر. ازاي يا دكتور؟ ما انت بتقول البالسز انكمبليت والسيريالز انكمبليت، لان يا ولاد النقص في واحد يعوضه الثاني. يعني ايه؟ يعني البالسز دي فيها لايسين ولا ما فيهاش؟ فيها لايسين. طب السيريالز دي فيها ميسيونين ولا ما فيهاش؟ فيها ميسيونين. فلما كلهم مع بعض يبقى الميسيونين اللي في السيريالز هيعوض اللي موجود في اللي مش موجود في البالسز، واللايسين اللي موجود في البالسز هيعوض اللي مش موجود في السيرز. اذا يا اولاد البالسز والسيرز مع بعض، بصوا كاتب لكم ايه؟ بط او ان بوث اوف ذيم الاثنين مع بعض ار كومبايند، لما يتجمعوا في الاكل اديكويت جروس اوكي، يعتبروا الاثنين مع بعض هاي بيولوجيكال فاليو، ما فيش مشكله خالص. ماشي يا شباب؟ تمام. طيب مين البروتينات بقى اللي هي يعتبر لو اعتمدت عليها في اكلك دايما مش هتكبرك ولا حتى هتحافظ على وزنك، بل بالعكس انت هتلاقي نفسك اصلا ايه بتخس؟ طبعا البروتين في بودر اللي هو الدقيق بتاع الذره، دي الذره دي يا ولاد اللي هو اسمه الزين، الزين اللي هو الدقيق بتاع الذره من الكورن، اللي هو كورن يعني ذره، الزين بتاع الكورن يا ولاد ده بيبقى لا فيه تريبتوفان ولا فيه لايسين، ما فيهوش الاثنين، التريبتوفان واللايسين. برضو الجيلي، الجيلي ده فيه بروتين اسمه جيلاتين، الجيلي ده يا ولاد فيه بروتين اسمه جيلاتين، الجيلاتين ده ما فيهوش تريبتوفان. هوب 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 هوب، بتقول ايه؟ الجيلاتين ما فيهوش تريبتوفان؟ ايوه. قال لا ثواني، طب ما نحطش جيلاتين مع الانكمبليت، ما انت قلت لي ان الانكمبليت فيه ناقص واحد، انما اللو اكتر من واحد. بص يا الجيلاتين ده فيه نقص واحد اه، بس لما جينا نبص عليه لان لا هو لا هو بيكبر ولا حتى بيثبت الوزن ولا حتى يعني ما بيحافظش على الوزن، بيخسس. يعني تخيل انت بتفكر انت كده بعقلك، واحد بيعتمد فطار وغدا وعشاء على جيلي هيكبر؟ لا. وزنه يفضل ثابت؟ اكيد لا، هيخس، صح ولا لا؟ فبالتالي بالرغم من ان الجيلاتين ما فيهوش تريبتوفان بس، الا ان احنا بنعتبره بور بروتين، لانه حتى لانه فقد القاعده دي، لانه ما بيحافظش على وزن مين؟ على وزن الايه؟ الشخص يعني. ماشي يا اولاد؟ فانا كده قسمت البروتينات على حسب مين؟ على حسب النيوتريشنال ستيتس، على حسب قيمتها الغذائيه. اوكي يا اولاد؟ تمام؟ طيب تعالوا نبصوا على التقسيمه الرابعه. ايه التقسيمه الرابعه؟ واحد قال لك يا عم اكل ايه؟ وشكل ايه؟ ووظيفه ايه؟ لا لا،
احنا هنقسم البروتينات على حسب تركيبها وعلى حسب درجة ذوبانها. يعني لو لقيت، ركزوا معايا يا ولاد، لو لقيت، انا هكتب لكم، هكتبها لكم برضه. بص، لو لقيت البروتين اهو عبارة عن امينو اسيد بس، ماشي، اسمه سيمبل بروتين، ماشي، بنسميه ايه؟ سيمبل بروتين، يعني بروتين بسيط ما فيهوش غير امينو اسيد. انما لو لقيت البروتين فيه جزء امينو اسيد وفي جزء تاني اهو مش امينو اسيد، اي حاجه تانيه بقى معرفش، على حسب لما نيجي نشرح دلوقتي اقولها لك، يعني بس فيها جزء بروتين وجزء نان بروتين، يعني لو كان كله بروتين اسمه سيمبل، انما لو جزء بروتين وجزء نان بروتين ده اسمه كومبلكس بروتين او كومباوند بروتين، بروتين معقد شويه. طيب لو جبت البروتين ده وكسرته، قعدت تكسر فيه، هتطلع حتت صغيره، صح؟ هتطلع حتت صغيره، الحتت الصغيره دي بسميها ايه؟ بسميها درايفد بروتين، بروتينات مشتقه. اذا يا اولاد انواع البروتين على او تقسيمه البروتين على حسب التركيب الى سيمبل بروتين بيتكون من احماض امينيه بس ما فيهاش حاجه تاني، و كومباوند او كونجيوجيت بروتين بيتكون من بروتين بارت ودان بروتين بارت، ودرايفد بروتين دي بروتينات ايه؟ مشتقه. يبقى انا قسمت على حسب التركيب والايه والذوبان الى ثلاث انواع، سيمبل وكومباوند ودرايفد. سيمبل امينو اسيد بس، كومباوند بروتين ولان بروتين، درايفد دي مشتقات يعني جايه من البروتين باي هيدروليسيس، يعني لو جبت البروتين وكسرته هينتج عنه حتت، الحتت دي بسميها درايفد ايه؟ درايفد بروتين. ماشي، نمسك الاول السيمبل نخلصه لان ده الجزء الاكبر. ماشي، ده الجزء الاكبر. هنبدا المفروض مين هم السيمبل بروتينز؟ البروتينات البسيطه سبع بروتينات، الالبومين، الجلوبولين، حاجه اسمها الالبومينويدز او السكلو بروتينز دول، وده جوه اربعه، كيراتين وكولاجين والاستين وريتيكولين، ماشي، بروتامين رقم اربعه بقى ايه؟ يعني احنا قلنا واحد البومين، اثنين جلوبولين، ثلاثه البومينويد، اربعه بروتامين، خمسه هيستونز، ستة بروتين اسمه جلوتلين، سبعة بروتين اسمه جلايدين أو برولامين. ماشي، دول السبع بروتينات اللي احنا بنعتبرهم ايه؟ سيمبل بروتين. نمسك واحدة واحدة، ألبومين وجلوبين، عايزين نتفق اتفاق قبل ما نبدأ كده. أي بروتين من السبعة دول بدأ بحرف جي ما بيدوبش في المية. تاني ده الدكتور ده رايق قوي، بص والله ما تلاقي أروق مني. أي بروتين في حرف الجي ما بيدوبش في المية. سهلة؟ يعني لما أقول لك، يعني المفروض انك كده خلصت معلومات كتير قوي، يعني لما تجيب بروتين اسمه البومين تحطه في الميه هيدوب ولا مش هيدوب؟ طبعا البومين بحرف الاي يدوب. طب جلوبيولين بحرف الجي مش هيدوب، صح؟ طب لو انا حطيت جلوبين، ركزوا معايا، او اي بروتين ما بيدوبش في الميه اهو، حطيته في قلب ميه وما دبش، اقدر اخليه يدوب؟ يعني اقدر انا ادوبه في الميه؟ اه، بنعمل بحط ببدا اجيب البروتين ده احطه في حاجه اسمها دايلوت سولت سوليوشن، محلول ملح مخفف. لما احط محلول ملح مخفف على المحلول ده بيبدا ان هو يدوب، ودي عمليه يا اولاد بسميها سولتنج ان، عمليه الذوبان. كلمه سولتنج ان يعني عمليه ذوبان. يبقى اي بروتين في الدنيا لو حطيته في الميه وما دابش اقدر ادوبه بحاجه اسمها دايلوت سولت سوليوشن. واصله ولا مش واصله؟ واصله، ايه سهله خالص، ايه الموضوع بسيط جدا. ماشي خلاص، طب نبدا واحده واحده بقى. الالبومين ده ووتر سولوبل، ايوه عشان ما فيهوش جي، لكن الجلوبلين ووتر ان سولوبل، ما يدوبش في الميه بس يقدر يدوب بايه؟ بالدايلوت سولت سوليوشن اللي بسميها سولتنج ان. ده اول حاجه. ثاني حاجه، الالبومين دي يا ولاد لما بحطه على النار بيتجلط فبسميها كواجوليتد باي هيت، والجلوبلين برضه كواجوليتد باي هيت بيتجلط بالحراره. ثالث حاجه، الالبومين ده بيتصنع بس في الليفر، يعني ما عندناش حد في الجسم بيصنع البومين غير الكبد، انما الجلوبلين ممكن يتصنع في الليفر، ممكن يتصنع فين؟ في الانسجه الليمفاويه. طيب الالبومين ده لو هو دايب، ركزوا بقى، لو الالبومين ده دايب اقدر ارسبه تحت كده، يعني اقدر ارسب البروتين الالبومين ده تحت؟ اه، بنرسبه ازاي يا اولاد؟ بمحلول اسمه امونيوم صلفيت، كبريتات الامونيوم. الامونيوم صلفيت ده يا اولاد ليه تركيز، يعني الامونيوم صلفيت ده لما تروح في المعمل ممكن تلاقي امونيوم صلفيت فول كونسنتريشن، يعني تركيز 100%، ماشي، وفي واحده ثانيه تركيز 50%. خلاص يا ولاد تمام. فالامونيوم صلفيت ليه تركيز 100% وفي تركيز 50%. ال 100% يقدر يرسب الالبومين، لكن ال 50% يقدر يرسب الجلوبولين. فالالبومين بريسيبيتيتد باي فول كونسنتريشن من الامونيوم صلفيت، انما الجلوبولين بيترسب، نقدر نرسبه بالهاف ساتوريشن من الامونيوم صلفيت ب 50%. يبقى ده يترسب ب 100%، ده يترسب بايه؟ ب 50%. طيب الالبومين في معظم الامينو اسيد فهو يعتبر بروتين هاي بيولوجيكال فاليو، الجلوبولين برضه في معظم الامينو اسيد فبنعتبره هي بيولوجيكال فاليو. ايه ده؟ يعني الالبومين شبه الجلوبولين بالظبط؟ اه، عشان كده يا ولاد احنا بناخد كذا بروتين مع بعض نضربهم الاثنين في لقطه واحده فيسهلوا علينا. الالبومين ووتر سولوبل، الجلوبولين ووتر انسولوبل بس يقدر يدوبه في دايلوت سولت سوليوشن. الاثنين
بيتجلطوا بالحراره، الاثنين بيتصنعوا في الليفر بس الجلوبلين بيتصنع كمان في الليمفويد تيشو، الاثنين بيترسبوا بالامونيوم سلفيت بس الالبومين بالفول كونسنت بال100%، الجلوبلين ب50%، الاثنين فيهم امينو اسيد الاسينشال يعني، فبالتالي هايبرولوجيكال فاليو. بص بقى، الاثنين موجودين في الدم في السيروم، موجودين في الميلك في اللبن، موجودين في الايج وايت في بياض البيض اهو، الاثنين موجودين في السيروم، موجودين في الميلك، موجودين في بياض البيض. بس بصوا معايا، الالبومين اللي موجود في السيروم بسميه سيروم البومين، طب واللي موجود في اللبن بسميه لاكت البومين، طب اللي موجود في الايج وايت ايج البومين، شايفين؟ طب الجلوبلين اللي موجود في السيروم اسميه سيروم جلوبلين، طب اللي موجود في الميلك اسميه لاكتا جلوبلين، طب اللي موجود في الايج وايت بادي البيت ايج جلوبلين. فتلاقي اولادهم ما بيتسموا على حسب مكانهم، يعني السيروم جلوبلين ده موجود في الدم، لاكتا جلوبلين موجود في اللبن، الجلوبلين ده موجود فين؟ في بياض البيض. متخيلين؟ السيرم البومين ده موجود في الدم، اللاكت البوم موجود في اللبن، الايج البوم موجود في بياض الايه؟ في بياض البيض. وصل يا اولاد؟ خلاص، ده الالبومين وده الجلوبلين. اخيرا يا اولاد، احنا عندنا في الدم بتاعنا في بروتينات بتبقى ماشيه في الدم، ماشي؟ البروتينات اللي في الماشيه في الدم ده بسميها بلازما بروتينز. طب مين هم يا اولاد البروتينز اللي ماشيه في الدم؟ طبعا انتوا عرفتوا اهو، في السيرم اهو عندنا الالبومين وعندنا الجلوبين كمان، وفي بروتين كمان اسمه فايبرينوجين، الثلاثه دول بنعتبرهم البلازما بروتينز. فلما اقول لك مين هم البلازما بروتين، قول لي ده البومين وقول لي جلوبلين وقول لي فايبرينوجين. الالبومين والجلوبلين والفايبرينوجين الثلاثه دول بيسموا البلازما بروتين، لان هم دول عباره عن البروتينات اللي ماشيه فين؟ اللي ماشيه في الدم بتاعنا او ماشيه في البلازما بتاعتنا، ماشي؟ يبقى احنا كده خدنا اول اثنين في السم البروتين اللي هم الالبومين والجلوبلين. خلاص، تعالوا ناخد بقى ايه النوع الثالث، لان النوع الثالث يعني اربعه في بعض، فعشان كده صعب شويه. اسمه البومينويدز، او بنسموهم السكليرو بروتين. الالبومينويدز يا اولاد او السكليرو بروتين دول عباره عن بروتينات صلبه جدا، بروتينات يا اولاد ناشفه قوي، قويه جدا، لا حد يقدر يهضمها ولا حد يقدر يدوبها، ما بتدوبش في الميه ولا حد يقدر يهضمها. بروتينات يا اولاد ربنا لما بيحطها في حته بيحطها في الحته عشان تقويها، يعني ربنا مثلا اقول لك ان البروتين ده محطوط مثلا في العظم، فما اقول لك ليه العظم قوي؟ يقول لي عشان في سكلور بروتين، الحاجه اللي بتقوي جسمنا وبتدي له دعامه وبتدي له تقويه هم السكلور بروتينز او الالبومين او الالبومينويدز. ده زي مين؟ زي الكيراتين، ماشي، وكولاجين والاستين والريتيكولين. نمسك مثلا الكيراتين، الكيراتين ده يا اولاد ده بروتين موجود في الـ في الـ في الضوافر، حتى الضوافر صلبه شويه، في الشعر، في الول، في الهورن، في القرون، تلاقي القرن من ده اصلا ناشف جدا، ليه؟ بسبب الكيراتين، ماشي؟ في الول طبعا، في الصوف برضه في كيراتين، ماشي يا اولاد؟ تمام؟ فيا اولاد الكيراتين ده هو البروتين اللي موجود في النيل والهير والول والورم، وده بروتين قوي جدا، وده بروتين بيبقى مليان عشان الامسكيات اهو سلفر كونتيننج امينو اسيد، يعني تلاقي فيه السيستاين السيستين الميسيونين، الكيراتين ده بروتين مليان سلفر كونتيننج امينو اسيد مليان. خلاص، ده ما يخص الكيراتين. طب الكولاجين، الكولاجين ده برضو بيقوي الدنيا، ما بيدوبش في الميه ولا بيتهدم، وفي نفس الفكره بالظبط، وده موجود في الجلد، في التندونز بتاع العضلات، في الليجامنت، في البون، في العظم، في الكونكتيف تيشو. الكولاجين ده يا اولاد لا بيدوب ولا بيتهدم. والنهارده يا اولاد ورقه وقلم يا ست الكل، واكتبوا ورايا طريقه تحضير الجيلي في البيت. طبعا انتم حاسين انا شيف الشربيني، يعني طريقه كلام كده يقول لك ده انا شيف الشربيني. بالظبط يا اولاد، والله الجزء اللي جاي ده لو انا بكلم الشيف الشربيني هيفهمني اكتر منكم ازاي بيعملوا جيلي في البيت. بيجيبوا البروتين اللي اسمه الكولاجين ده يا اولاد، البروتين ده لا بيتهدم ولا بيمتص، وبروتين صلب كده، بيعملوا ايه؟ يحطوه على النار ويعلوا درجه الحراره، فيوم اللي يحصل يبدا البروتين ده يدوب، يتحول لسائل كده، ياخدوا السائل ده ويحطوه في الثلاجه، يبرد شويه ينشف شويه، يبقى في شكل الجيلي. خلاص، تمام. فالكولاجين ده يا اولاد بروتين لا بيدوب ولا بيتهدم، بس لما احطه على النار يتحول لبروتين جيلي، ده بيدوب وباكله بيتهدم. خلاص، بس ليس له لو بيولوجيكال فاليو، صح ولا لا؟ مش هنقول ان الجيلي ده لو بيولوجيكال فاليو، ما اصلا ما بيكبرش. اه يا ولاد، يبقى الكولاجين يا ولاد بيتحول لجيلاتين عن طريق الحراره، بس برضه الجيلاتين ده بحطه في الثلاجه كده شويه اتلجه عشان يتحول لجيلي لايك ماتيريال، عامل شبه الجيلي كده، ماشي؟ خلاص، وبروتين وفلو بيولوجيكال فاليو. طب الكولاجين ده، الكولاجين ده بيتكون من ايه؟ قال لك تلت الكولاجين جلايسين. تخيلين يا ولاد ان في امينو اسيد واحد بس عامل تلت الكولاجين، كتير قوي، 30% من الكولاجين جلايسين، وال30% كمان برولين وهيدروكسي برولين، والتلت الاخير كل باقي الامينو اسيد كلهم. يعني عايز تقول ان اكتر امينو اسيد بيتكون الكولاجين هو الجلايسين، ماشي؟ لانه لوحده بيكون تلت الكولاجين، والبرولين والهيدروكسبرولين بيكونوا تلت كمان، وباقي الاحماض الامينيه كلهم بيكونوا التلت الايه؟ الاخير.
ماشي. طيب تعالوا للنوع الثالث من الالبومينويدز، الالاستين. الالاستين ده يا ولاد استيك الاستيك فانتاستيك، الاستيك الاستين موجود في اي حاجه بتمط، يعني التندون عضله تنقبض وتنبسط وتخليها تزيد في الحجم وتقل في الحجم، التندون بيمط. الارترس ما بتوسع وتضيق بتمط، الرئه ما بتتنفخ وتهوي بتمط، اي حاجه بتمط هتلاقي فيها الاستين. الاستين ده عشان نبقى عارفينه بس، ده بروتين بيتهضم، يعني ممكن اكله على فكره ويتهضم عندنا في جسمنا عن طريق انزيم اسمه التريبسين، او انزيم بيهضم الالاستين بالذات اسمه الاستيز على اسمه، يعني يعني الالاستين ده بيتهضم بانزيمين، التريبسين او الالاستيز. ماشي. طيب في بروتين اخير اسمه ريتيكولين، وده اتسمى على اساس المكان اللي موجود فيه، موجود في حاجه اسمها ريتيكولار كونكتيف تيشو، والريتيكولار كونكتيف تيشو ده موجود في الليفر، فبالتالي الريتيكولين ده يا اولاد بتلاقيه موجود في الليفر في الكبد، يعني الريتيكولين ده موجود اكتر في الكبد. ماشي خلاص، في الليفر. اوكي، دي بروتينات بتسمى ايه؟ البيمينويدز. طيب تعال نخش على النوع الرابع من البروتينات او الخامس، ناخد اربعه وخمسه مع بعض وسته وسبعه مع بعض، البروتامين والستونز. ايه ده كده على بعض؟ ايه ده على نفسك كده؟ البروتامين اوله بي والستونز اوله بي اوله اتش، اذا الاثنين سولوبل ان ووتر، بس الاثنين ما بيتجلطوش، يعني ما بحطهم على النار كده ما بيتجلطوش. الاثنين يا اولاد مليانين بيزك امينو اسيد، اللي هم مين؟ اللي هم الارجينين واللايسين، فاكرين الليسين والحاجات دول؟ خلاص الاثنين. ايه ده يا دكتور ثواني، يعني الاثنين بيدوبوا في الميه؟ الاثنين ما بيتجلطوش. اه الاثنين مالين بيزك، امال ايه الفرق ما بينهم لما الاثنين شبه بعض؟ ما كنا سميناهم واحد وخلاص؟ لا، البروتامين ده يا اولاد بيتلف حواليه النيوكليك اسيد في الاسماك في السمك بره الانسان، انما الاستونز ده بروتين بيلف حواليه الدي ان ايه والار ان ايه، الدي ان ايه خاصه يعني، او النيوكليك اسيد يعني، فين؟ في الانيمال، في الحيوانات وفينا احنا كمان. تاني يا ولاد، يعني عايز تقول لي يا دكتور ان البروتامين بيقوم بنفس وظيفه الاستونز بس ده في السمك وده في الانسان؟ اه، او الحيوان يعني. اه اوكي يا ولاد خلاص، يبقى البروتامين توأم الاستونز، بس ربنا حط البروتامين في الاسماك وحطت في الحيوانات والانسان وكده الاستونز. ماشي يا شباب؟ تمام. يبقى الاستونز ده موجود في الانسان، لكن البروتامين موجود فين؟ في الاسماك. الاثنين شبه بعض بالظبط، توأم سولوبل ان ووتر، والاثنين نان كواجرابل، والاثنين مالين بيزك، والاثنين بيتلف حول النيوكليك اسيد، بس ده في الاسماك وده فين؟ في الانيمال تيشو. تمام. فاكرين يا اولاد الهيموجلوبين؟ الهيموجلوبين كان الهيموجلوبين ده فيه بروتين اسمه جلوبين، لان يا اولاد الجلوبين ده بيدوب في الميه ونان كواجرابل ومليان بيزك، الله، بس ما بيتلفش حوالين ما حوالين نيوكليك. فقلنا ان الجلوبين اللي هو بتاع الهيموجلوبين شبه بالظبط، يعني بنعتبره ستونز اصلا. الجلوبين بتاع الهيموجلوبين بنعتبره ستونز لانه موجود في الانسان، بنعتبره ستونز بس ما بيتلفش حوالين نيوكليك اسيد، شبه الستونز بالظبط. خلاص، فالجلوبين بتاع الهيموجلوبين الدكاتره بتعتبره والعلماء بيعتبروه ستونز، نوع من انواع الاستونات اللي عندنا في جسمنا. ماشي. طيب تعال نبص على النوعين الاخرانيين بقى من السيمبل، نوع اسمه جلوتلين ونوع اسمه جلايدين، او الجلايدين ده اسمه برولامين، شايفين الفرق؟ بروتامين لكن ده اسمه برولامين عشان الفرق، عشان الام سي كيوهات. ماشي، جلوتلين وجلايدين الاثنين ايه؟ كواجلوبين، تحطهم على النار يتجلطوا، الاثنين بادئين بحرف الجي، يعني ايه؟ يعني ما بيدوبش في الميه، بس عشان ادوبهم احط محلول ملح مخفف زي ما متفقين، دايلوت سولت سوليوشن. تمام، الاثنين موجودين في السيريالز في الحبوب، الجلوتين ده موجود في القمح بنسميه جلوتين اوفيت، الجلوتين بتاع القمح. انما الجلايدين برضو موجود في القمح برضو، بس بنسميه جلايدين اوفيت، يعني هو موجود في القمح بس كمان الذره في جلايدين، كمان الذره في جلايدين، كمان الزين اوف ميز، الزين اوف ميز كمان اللي هو بنقول عليها دي ذره، دي الذره ده كمان فيه ايه؟ فيه كمان يا اولاد الجلايدين كمان. ماشي، يبقى ده موجود في القمح بس، موجود في القمح والذره. بصوا انا عايز يمكن اقول لكم حاجه مهمه جدا يعني هتفيدكم بعد كده. بصوا يا شباب، احنا عندنا التريبتوفان، لو حد فاكر التريبتوفان، التريبتوفان ده الجسم بياخده ويحوله لنوع من الفيتامينات اسمه فيتامين بي 3. هتاخدوا الكلام ده ان شاء الله لما تكبروا شويه تبقوا في سنه ثانيه. خلاص، تاني، التريبتوفان يا اولاد ده حمض اميني الجسم بياخده يصنع منه انزيم، او بيصنع منه قصدي فيتامين اسمه فيتامين بي 3. الفيتامين بي 3 ده يا اولاد مهم جدا للجسم، مهم جدا. اوكي خلاص. طيب لما الشخص، احنا خدنا على فكره قبل كده قلنا ان الزين ده ما فيهوش تريبتوفان، صح ولا لا؟ قلنا الزين ما فيهوش تريبتوفان زمان يا شباب، زمان قوي قوي قوي، ايام جدي وجد جدك يعني، كانت الناس بتاكل العيش اسمه عيش بتاو، معرفش تسمع عنه ولا، عيش اسمه عيش بتاو. عيش البتاو ده يا اولاد ما كانش كويس زمان، كانوا بيعتمدوا عليه افطار وغدا وعشاء، بس ما كانش كويس. ليه؟ لانه كانوا بيعملوه من دي الذره، وكان دي الدره ما فيهوش تريبتوفان، فكانت الناس الفلاحين زمان ما بياخدوش اصلا التريبتوفان في اكلهم خالص، فكان فيتامين بي 3 عندهم في الجسم ايه؟ كان قليل، صح ولا لا؟
فلما فيتامين بي 3 قل، لان ما فيش تريبتوفان، لانهم معتمدين على الزين، زين اللي هو دي الذره ده بيصنعوا لهم البتاو ده خلاص، والزين ده ما فيهوش اصلا تريبتوفان، فبالتالي جسمهم ما فيهوش فيتامين بي 3، فبدا فيتامين بي 3 يقل في جسمهم واحده واحده. فبداوا كل الفلاحين المصريين اولاد يحصل لهم اعراض، مشاكل كتيره جدا، من ضمنها كان جلدهم بيسود كده، بيتشقق، بيحصل له درماتايتس، التهابات. بدا يحصل لهم مرض اسمه البلاجرا، بلاجرا او بنسميه نيكوتونيك اسيد ديفيشنسي. فيتامين بي 3 ده اسمه نيكوتونيك اسيد، فبنسمي المرض نيكوتونيك اسيد ديفيشنسي، هو نقص فيتامين بي 3 يعني، او الاسم اللاتيني بتاعه مرض البلاجرا. مرض البلاجرا كان بيظهر الكلام ده في مصر زمان جدا بسبب البتاو ده، من بعد ما الدكاتره اكتشفوا موضوع البتاو لغوا البتاو، عشان دلوقتي عشان كده دلوقتي ما حدش بياكل بتاو اصلا، ليه اتلغى؟ عشان بيتعمل بدي الذره، ودي الذره ده عنده نقص في التريبتوفان، فلو حضرتك قعدت تاكل بتاو ليه يعني اكلتك يعني ما بقاش في عيش، وكنت بتاكل بتاو زي زمان، هيبدا يظهر لك نقص فيتامين بي 3، فتبدا تخش في مشاكل مين؟ في مشاكل البلاجرا ده، وهتاخد البلاجرا ان شاء الله لما تكبر. بس عايزين نعرف النهارده ان البلاجرا بيحصل بسبب نقص فيتامين بي 3 اللي هو النيكوتينيك اسيد، نتيجة ان مفيش تريبتوفان، نتيجة ان احنا بنعتمد في اكلنا على مين؟ على الزين اوف ميز. ماشي تمام؟ طيب ده كده بنسمى مين؟ السمبل بروتين. طيب عندنا النوع الثاني من البروتينات بتسمى كومباوند او كونجوجيت بروتين، ده عبارة عن بروتين بار نون بروتين بار. ده فيه من كام نوع؟ 6 نوع، ركز معايا بقى. قال لك لو جبت بروتين اللي هو البروتين بار مسكته بنون بروتين بار اللي هو الفوسفوريك اسيد، يعني مسكتها بحمض فوسفوريك، ده يبقى اسمه فوسفو بروتين. يا سلام يا سلام. طب لو بروتين مع كربوهيدرات جلايكو بروتين، يا سلام على السهوله. طب لو بروتين مسكته في مجموعه بس ملونه كرومو بروتين. طيب بروتين مع دهون لايبو بروتين. بروتين ومعدن ميتالو بروتين. بروتين ونيكليك اسيد دي نور ايه؟ نيوكليو بروتين. سهله ولا صعبه؟ سهله جدا. فوسفو بروتين، بروتين وفوسفوريك اسيد. جلايكو بروتين، بروتين وكربوهيدرات. كرومو بروتين، بروتين وايه؟ وبيجمنتد بروستيك جروب، يعني مجموعه ملونه. لايبو بروتين، بروتين وليبيد. ميتالو بروتين، بروتين وميتال. نيوكليو بروتين، بروتين وايه؟ ونيوكليك اسيد. خلاص تمام. طيب الاكزامبل، ما اكيد الصعوبه مش هنا، ما هو مش ده الصعب اللي هتصير فيه في الامتحان، ما لو ده الصعب كان هيبقى الموضوع سهل. الصعب في الاكزامبلز، مين هم اكزامبلز للفوسفو بروتين؟ عارفين الكازين بتاع اللبن اللي احنا سائلينه ده؟ فوسفو بروتين. البيض نفسه يا ولاد، صفار البيض بيبقى فيه بروتين اسمه فيتيلين، فالكازين هو والفيتيلين خلاص بتاع الايج يوك، الاثنين دول فوسفو بروتين. طب مين الجلايكوبروتين؟ الميوسين، عارفين انتوا الميوكس اللي هو اللعاب اللي هو المخض اللي موجود في جسمنا، في بروتين اسمه ميوسين، البروتين ده جلايكوبروتين. تسمعوا عن ان يا اولاد الخلايا الدم الحمراء، خلايا الدم الحمراء بيبقى عليها كده حاجه اسمها انتيجينز. الانتيجين ده ممكن يكون ايه انتيجين؟ ممكن يكون بي انتيجين، يعني ممكن تلاقي شخص يبقى عليه ايه انتيجين بس فيبقى فصيله دمه ايه، ممكن يكون عنده بي انتيجين بس فيبقى فصيله دمه بي، ممكن يكون عنده اي وبي فيبقى فصيله دمه او بي، ممكن يكون ما عندوش خالص فيبقى فصيله دم او اللي هو فصيله الدم اللي انتوا خدتوها في ثانوي دي. خلاص تمام. فاحنا عندنا يا اولاد ممكن يكون الفصائل الدم دي بتتحدد عن طريق الانتيجين الار بي سي دي اللي احنا بنسميها اي بي او بلاد جروب انتيجين، دول تركيبهم جلايكوبروتين. اذا الجلايكوبروتين الميوسين والاي بي او بلاد جروب انتيجين. طيب كروموبروتين، يعني البروتينات ليها لون، طبعا الهيموجلوبين لون احمر خلاص صح ولا لا؟ الحديد اللي جوه احمر والهيموجلوبين لون احمر، فده بروتين ليه لون. الكاروتينويد ده برضو بروتينات ليها الوان، والفليفو بروتينز برضو بروتينات ليها الوان. طب لايبو بروتين، يعني بروتين ماسك في دهون، طبعا السيل ممبرين، السيل ممبرين ده كان بيقول لك ان هو فوسفوليبيد باي لاير، في دهون وفي بروتينين. الميتوكوندريال ممبرين، الممبرين اللي بيحوط الميتوكوندريا. البلازما بروتينز، في بلازما لايبو بروتينز، في يا اولاد عندنا في الدم عباره عن بروتينات ماسكه في دهون ماشيه في الدم اسمها بلازما لايبو بروتينز. طيب في ميتالو بروتين، بروتين ومعدن، زي بروتين اسمه السيريولو بلازمين ده ماسك فيه كبر نحاس، الفريتين بروتين ماسك فيه حديد، انسولين بروتين ماسك فيه مين؟ زنك. على فكره الكلام ده يمسكوه مهم قوي، السيريولو بلازمين كبر، الفريتين حديد، الانسولين ايه؟ زنك. خلاص. والنيوكليو بروتين ده بروتين حوالين النيوكليك اسيد وخلاص. تمام. ده كده مين النيوكليو، ده كده مين الكومباوند بروتين. طب امال الدرايفد بروتين؟ ده نتيجه تكسير البروتين، يعني بص ادي بروتين كسرته البيبتونز، وبيبتون بيكسر البولي بيبتايد، والبولي بيبتايد بيكسر الشورت بيبتايد، والشورت بيبتايد بيكسر الامينو اسيد، خلاص ده امينو اسيد وخلاص، وده بروتين. طب البيبتون بقى والبولي بيبتايد والشورت بيبتايد ده بيسموا ايه؟ بيسموا درايفد بروتينز. يبقى الدرايفد بروتين هي الحاجات اللي جايه من تكسير الايه؟ البروتين. واصله؟ خلاص تمام؟ كده يا اولاد يعتبر خلصنا ايه؟ تقسيمه البروتينز. تعالوا نبص على اخر حاجه بقى عندنا في الجزء البروتين كيمستري، هو بيتكلم عن حاجه اسمها فيسيولوجيكال اكتيف بيبتايدز. يعني ايه فيسيولوجيكال اكتيف بيبتايدز؟ يعني في بعض البروتينات
اللي عندنا في الجسم ليه اهميه. يعني مش معقول مثلا انا اعدي بروتينات كده على طول ونخلص. في بروتينات يا اولاد، فيسيولوجيكال اكتف بيبتايدز، يعني في بيبتايدز احنا لسه بنقول اهو، بصوا ركزوا معايا، قلنا البروتين القصه اللي بيبتون، البروتين القصه اللي بولي بيبتايد، وشورت بيبتايد. في الشورت بيبتايد اللي هم من الدرايفد بروتين، دول بيبقوا ذات اهميه، بنسميهم فيسيولوجيكال اكتف بيبتايدز. يعني بيبتايدز خلاص دول يعني في الفسيولوجي كوظيفه مهمين جدا. زي مين؟ اربعه ناخدهم وخلاص وخلصنا. الجلوتاثيون، جلوتاثيون مركب اسمه جلوتاثيون، مركب اسمه سايروتروبين ريليزنج هرمون التي ار اتش، مركب اسمه فازوبريسين او الانتي دايروتيك هرمون اي دي اتش، ومركب اسمه جلوكاجون. ناخد الاول جلوتاثيون ده بقصته كده، بعد كده نشوف الثلاثه السريعين اللي ورا. بص على الجلوتاثيون، الجلوتاثيون يا اولاد لما اجي ابص على تركيبه هل هو بيتكون من ثلاث احماض امينيه خلاص ماسكين مع بعض اللي بالتايت بوند. اول حمض امين اسمه جلوتاميك اسيد وسيستاين ماشي وجلايسين. يعني الجلوتاثيون دول لو انت جبت جلوتاميك اسيد وسيستاين وجلايسين الثلاث دول كده مسكتهم مع بعض، يبقى انت كونت ماده اسمها ايه؟ الجلوتاثيون. فلما اسالك هو الجلوتاثيون بتسمى ايه؟ تقول لي تسمى تراي بيبتايد، يعني مركب بيتكون من ثلاث احماض امينيه. خلاص تمام؟ اللي هم الجلوتاميك والسيستاين والجلايسين عشان الام سي كي. اوكي؟ لو انتوا واخدين بالكم يا ولاد كل ده، شوف انا هعمل ايه؟ كل ده ملوش ادنى لازمه ولا ريحه اللازمه في الجلوتاثيون. الجلوتاثيون بتشتغل بفعل الاس اتش دي. يعني ايه؟ يعني بص انا بسمي الجلوتاثيون ده جي كجلوتاثيون، اس اتش. اس اتش دي لوحدها كتبتها جنب كلمه جلوتاثيون ليه؟ عشان دي مهمه جدا، هو ده شغلها. ماشي؟ الجي اس اتش اللي قدامكم ده يا اولاد ده بنسميها ريديوسد جلوتاثيون، يعني لسه ما اشتغلتش. ايه اللي بيحصل؟ بتبدا تتحد كمان مع كمان جلوتاثيون جي اس اتش، وبعدين ابدا اطير هيدروجينه من هنا وهيدروجينه من هنا، وامسك جي اس ماشي مع الجي اس، متخيلين؟ بدايسلفايد بوند كده. اوكي؟ فيبقى اسمها ايه؟ جي اس اس جي. الاثنين جلوتاثيون اللي مسكوا مع بعض وطيروا اثنين هيدروجين عشان يكونوا مركب واحد اسمه جي اس اس جي، ده اسمه ده اس دي اسمها ريديوسد جلوتاثيون، ودي ريديوسد جلوتاثيون بس كونته اوكسيدايزد جلوتاثيون. طب الاوكسيدايز دي فايدتها ايه يعني؟ الاوكسيدايز دي يا اولاد باخدها في وقت من الاوقات في تفاعل من التفاعلات يكون انا عايز افقد هيدروجين. يعني عندي مركب اسمه اي اتش 2، المركب ده عايز اثنين هيدروجين دول يتشالوا عشان يتحول لايه؟ طب اعمل ايه؟ اقوم جايب ايه؟ الاوكسيدايز جلوتاثيون، اكسر الرابطه دي وادي هيدروجين اللي فوق وادي هيدروجين اللي تحت واحول الاوكسيدايز للاثنين مين؟ للاثنين الريديوس. فهمتوا حاجه؟ يبقى جي اس اتش اسمه ريديوس والجي اس اس جي اسمه ايه؟ اوكسيدايز. الجي اس اس جي ده عباره عن اتحاد اثنين ريديوس، ده يستخدم كهيدروجين كارير، يشيل الهيدروجينات ويرجع تاني ريديوس، والريديوس يتاكسد ويدي الاوكسيدايز، الاوكسيدايز يشيل الهيدروجينات ويرجع تاني ريديوس. واحنا داخلين فين؟ في القصه دي مع الجلوتاثيون للنار. ماشي؟ يبقى الجلوتاثيون ده يا اولاد بيتكون من ثلاث امينو اسيد، الجلوتاميك اسيد والسيستاين والجلايسين. بس في بقى مهمه قوي يا اولاد، حته مهمه قوي، ايه هي؟ لو حد خد باله من الجلوتاثيون هلاقي ان النهايه اللي على الشمال سي او اتش، والنهايه اللي على اليمين سي او اتش. ايه ده يا دكتور؟ انت كنت بتقول لي ان السلسله البيبتيديه عندها ان تيرمينس على الشمال وسي تيرمينس على اليمين. لا، الجلوتاثيون دي يا اولاد خلاص بتسمى بنقول عليها نوت ترو بيبتايد. بص بقى اهو الجلوتاثيون اهو نوت ترو بيبتايد، يعني مش سلسله بيبتيديه حقيقيه قوي. ليه؟ عشان عندها سي تيرمينس على الناحيتين، يبقى عندها على الناحيتين سي تيرمينس، ومش ده القاعده بتاعتنا. فعشان كده بتسمى الجلوتاثيون نوت ترو بيبتايد. ليه؟ لانها عندها سي تيرمينس على الناحيتين، واحنا متعودين ان تكون النهايه اللي على الشمال هي ان، والنهايه اللي عاملين تكون ايه؟ تكون ان ايه؟ ان تيرمينس. ماشي يا شباب؟ ده اول بيبتايد اكتف اللي هي الجلوتاثيون. طيب في بيبتايد الثلاثه التانيين بقى سهلين، والثلاثه التانيين كلهم هرمونات. ماشي؟ الثلاثه التانيين دول اللي هم 2 و3 و4 كلهم هرمونات. في هرمون ركزوا معايا بقى، المفروض ان احنا عندنا حاجه اسمها هايبوثالامس. هايبوثالامس اللي احنا كنا بنسميها بالعربي تحت المهاد. دي بتطلع هرمون اسمه تي ار اتش، سايروتروبين ريليزنج هرمون. الهرمون ده بيطلع من الهايبوثالامس يروح للبيتيوتري، يقول لها يا بيتيوتري طلع لي هرمون اسمه تي اس اتش، ثايرويد ستيمليتنج هرمون. مش مهم، التي اس اتش ده يروح للغده الدرقيه اللي موجوده في رقبه الست اهو، يقول لها يا غده درقيه طلع لي الايه؟ هرمونات الغده الدرقيه اللي هو التي 3 والتي 4، متخيلين؟ فالتي ار اتش بيروح يشتغل على البيتيوتري يخليها تطلع تي اس اتش، يشتغل التي اس اتش يشتغل على الثايرويد تطلع ايه؟ التي 3 والتي 4. فعشان كده هي سلسله، ما يهمنيش كل ده، يهمني التي ار اتش. التي ار اتش ده برضه بيتكون من ثلاث احماض امينيه اللي هم متجمعين في كلمه جبهه.
جي بي اتش، جبهه. الجبهه اللي هو مين؟ اللي هو جلوتاميك اسيد وبرولين وهيستيدين. الثلاثه دول يا اولاد بيخشوا في تكوين مين؟ التي ار اتش اللي بيخرج من الهايبوثالاموس، يروح يحفز خروج التي اس اتش منين؟ من البيتيوتري. ده اول هرمون. الهرمون الثاني اسمه اي دي اتش، انتي دايريتيك هرمون، او بنسميه فازوبريست. الهرمون ده يا اولاد بيخرج من البيتيوتري برضو جلاند، ويروح يقول للكلى امتص لي كل الماء اللي عندك، يعني بتزود الري ابزوربشن اوف فوتر. يبقى الهرمون اللي اسمه اي دي اتش بيخرج منين؟ من البيتيوتري، من غده اسمها غده النخاميه اللي هي غده البيتيوتري. يروح على الكلى يقول لها يا كلى اعملي لي امتصاص لكل الماء اللي عندك، ما تخرجيليش بول، رجعي لي الميه كلها. ماشي. الهرمون ده اسمه اي دي اتش او بنسميه الفازوبريسين، وده بيتكون من 9 امينو اسيد بنسميه نونا بيبتايد. نونا يعني 9، يعني بروتين او بيبتايد بيتكون من 9 امينو اسيد، وده بيخرج من البيتيوتري يساعد الكلى ان هي تري ابزورب الايه؟ الووتر. الهرمون الثالث، الهرمون الثالث هو هرمون اسمه جلوكاجون. الهرمون ده بيطلع من البنكرياس ومسؤول ان هو بيعلي مستوى السكر في الدم. الجلوكاجون ده يا اولاد، الجلوكاجون بيطلع من غده اسمها غده البنكرياس، يروح يشتغل على الليفر كده، يخلي الليفر يخرج الجلوكوز اللي عنده، يعني اللي مخزنه. المهم ان هو بيعلي مستوى السكر في الدم. خلاص، يبقى هو بيخرج منين؟ من البنكرياس، هو بيعلي مستوى السكر في الدم. على فكره الانسولين بيوطي مستوى السكر في الدم، انما الجلوكاجون بيعلي مستوى السكر في الدم. ماشي. الجلوكاجون ده بيتكون من 29 امينو اسيد عشان الامسيكوات. يبقى الفازوبريسن او الاي دي اتش من 9، انما السيروتونين ليزنج هرمون هو والجلوتاثيون بيتكونوا من 3 بس، الجلوكاجون بيتكون من 29 ايه؟ امينو اسيد. ماشي. خلاص، دول بنسميهم فيسيولوجيكال اكتف بيبتايد، اللي هم الجلوتاثيون والسيروتروبين ليزنج هرمون والفازوبريسين والجلوكاجون. ماشي يا شباب، ثانك يو. خلاص الحمد لله احنا كده خلصنا البروتين كيمستري. اتمنى ان شاء الله باذن الله تكونوا فهمتوه مني كويس جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرات القادمه.